لا يزال الجناح جناح دولة الكويت في معرض إكسبو ميلانو 2015 يستقبل زواره بشكل يومي بإقبال منقطع النظير، ليروي لهم عبر أركانه تاريخ كفاح الإنسان الكويتي وكيف تغلب على صعوبة الحياة بالعلم والمعرفة، ليجسد عنوان الجناح في المعرض العالمي تحدي الطبيعة إلى واقع ملموس. جناح الكويت ليس معرضا يعرض محتويات للزوار الذين يتوافدون عليه من شتى أقطار العالم ومن مختلف الجنسيات، إنها قصة تروى من خلال أركان الجناح التي باتت تشكل حكاية عنوانها البيئة وكيفية التغلب على صعوبات الحياة وقهر الطبيعة، إلى محتوى يجسد قصة كفاح الإنسان الكويتي الذي نبغ بعلومه المعرفية والتكنولوجية بتحويل مياه الكويت المالحة والمصدر الأساسي للعيش إلى مياه صالحة للشرب. القصة تبدأ هنا من هذا الخليج العربي ومن جون الكويت، حيث تعمل محطات تحلية المياه إلى إدخال المياه المالحة عبر عمليات تقنية دقيقة ومخبرية لتغذي مناطق الكويت العمرانية من مياه صالحة للشرب وأخرى معالجة صالحة للري الزراعي. وللمصادفة التقطت عدستنا سيدة كويتية جاءت بزيارة غير رسمية تريد أن تطلع على جناح الكويت، إنها وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند صبيح براك الصبيح، حيث كانت لها هذه الكلمة تدعو بها سياح الكويت باقتناص فرصة تجوالهم في أوروبا بالحضور لجناح الكويت في معرض إكسبو ميلانو 2015. مساكم الله بالخير، تشرفت اليوم بزيارة جناح الكويت في إكسبو 2015 في ميلانو. صراحة دهشت بال الانعكاس سواء دولة الكويت في الماضي أو في الحاضر، وصورة حقيقية عن اللي ما يعرف عن الكويت يعرف عنها كل ما يعني سواء تطورها أبحاثها أو يعني الحياة الصحراوية أو الحياة البحرية. أشكر كل من قام بهذا العمل، ولله الحمد كل من قابلته هم من الشباب الكويتي سواء الشابات أو شباب الكويتي، أشكرهم لرفعة دولة الكويت عاليا في وسط أوروبا، وأتمنى للجميع بالتوفيق. شكرا. هي وقفة تحتاج إلى تأمل وتفكر، فكيف للصحراء القاحلة والمياه المالحة أن تتحول إلى أرض غناء ومياه صالحة للشرب؟ إنها ببساطة همة وسواعد المواطن الكويتي في إكسبو ميلانو 2015.